مرحبا بكم في درس المستوى الرابع للقسمة. فما الذي يجعل القسمة بالمستوى الرابع أكثر صعوبة من القسمة بالمستوى الثالث؟ هو بدلا من قسمة عدد من عدة أرقام على عدد من رقم واحد، سنقوم بالقسمة على عدد من رقمين. لذلك دعونا نبدأ مع بعض المسائل التدريبية. دعونا نبدأ بأمثلة بسيطة نسبيا. مسائل المستوى الرابع التي ستشاهدها ستكون أصعب بقليل، لكن دعوني أقول أن لدي 6250 تقسيم 25. أفضل طريقة للتفكير في هذا، يمكنك القول لدي 25، وهل 6 تقسم على 25؟ حسنا، لا، بكل وضوح 6 أصغر من 25، إذن لا تقسم عليها. ثم أسأل نفسي إذا كانت 6 لا تقبل القسمة على 25، بالتالي هل تقسم 62 على 25؟ بالتأكيد ال 62 أكبر من 25، فهي تقبل القسمة عليها. حسنا، دعونا نفكر في ذلك. 25 ضرب 1 يساوي 25، 25 ضرب 2 يساوي 50، إذا يمكن قسمتها على 2 على الأقل. 25 ضرب 3 يساوي 75، هذا أكثر مما ينبغي، إذا نعود إلى 2. في الواقع لا يوجد وسيلة ميكانيكية تمكننا من الوصول إلى هذا، فنحتاج إلى التفكير. حسناً، كم ناتج 62 تقسيم 25؟ في بعض الأحيان قد يكون الجواب خاطئ، وربما أضع 3 هنا، وبالتالي لن أقول 3 ضرب 25 حتى أصل على 75 ليكون الناتج أكبر، لذا ألجأ إلى تغييره إلى 2. وبالمثل إذا كنت قد وضعت 1 وقمت بضرب 1 ضرب 25، وعندما أطرح سيكون الفرق الذي أحصل عليه أكبر من 25، وبذلك أكون قد عرفت أن 1 صغير جدا فيجب أن أزيده إلى 2. أمل أنني لم أركبككم كثيرا، أريدكم فقط أن تعرفوا أنه ينبغي عليكم أن لا تكونوا متوترين، ويمكنكم أن تقوموا بهذه الخطوة بالتجربة والتخمين مقابل الخطأ والإجابة الصحيحة. على أي حال، 62 تقسيم 25 هي 2، 2 ضرب 5 يساوي 10، 2 ضرب 2 يساوي 4، زائد 1 يساوي 5، ونعلم أن 25 ضرب 2 يساوي 50. ثم نطرح 2 ناقص 0 يساوي 2، 6 ناقص 5 يساوي 1. الآن ننزل الخمسة هنا، ويكون الباقي مسألة قسمة من المستوى الثالث. والآن علينا أن نسأل أنفسنا كم ناتج 125 تقسيم 25؟ حسنا، الطريقة التي أفكر بها هي 100 تقسيم 25 يساوي 4، إذا ناتج 125 على 25 سيكون أكبر، أي أنه سيساوي 5. إذا لم تكن متأكدا يمكنك أن تجرب الأربعة، ومن ثم سترى أن لديك عدد باقي كبير، وإذا كنت حاولت الستة فسوف ترى أن سيكون ناتجها أكبر من 125، إذا لا يمكنك استخدام الستة. حسنا، إذا قلنا 125 تقسيم 25 يساوي 5، 5 ضرب 5 يساوي 25، باليد 2، 5 ضرب 2 يساوي 10، زائد 2 يساوي 12. إذن 125 ناقص 125 يساوي 0، ثم نأتي بهذا الصفر إلى أسفل، وصفر تقسيم 25 يساوي 0، 0 ضرب 25 يساوي 0، والباقي 0. هكذا رأينا أن 6250 تقسيم 25 يساوي 250. دعونا نحل مسألة أخرى. لنفترض أنه كان لدي، واسمحوا لي أن أختار عددا مميزا، لنفترض أنه 15، فكم ناتج قسمة 2265
تقسيم 15. حسنا، نحن فقط سنفعل نفس ما قمنا في المثال السابق، نقول هل 2 تقسم على 15؟ طبعا لا. هل 22 تقبل القسمة على 15؟ بالتأكيد. 22 تقسيم 15 يساوي 1، ولاحظوا أني كتبت 1 فوق 22، ولكن 22 تقسيم 15 يساوي 1، 1 ضرب 15 يساوي 15. لدينا 22 ناقص 15، نقوم باستلاف الواحد فتصبح هنا 1 وهنا 12. 12 ناقص 5 يساوي 7، 1 ناقص 1 يساوي 0، 22 ناقص 15 يساوي 7، ننزل 6. حسناً، كم ناتج 70 تقسيم 15؟ مرة أخرى ليس هناك وسيلة ميكانيكية للقيام بذلك، لكن يمكنك التقدير بلمح البصر. 15 ضرب 2 يساوي 30، 15 ضرب 4 يساوي 60، 15 ضرب 5 يساوي 75. وهذا الناتج قريب، لنقول إذن 76 تقسيم 15 يساوي 5، وإذا ضربنا 5 ضرب 5 يساوي 25، باليد 2، 5 ضرب 1 يساوي 1، زائد 7 يساوي، آسف هنا 2 وليس 7، 5 ضرب 1 يساوي 5، زائد 2 يساوي 7. الآن سنطرح 6 ناقص 5 أو 76 ناقص 75 يساوي 1، ننزل 5. حسناً، 15 على 15 يساوي 1، 1 ضرب 15 يساوي 15. عندما نطرح يكون الناتج 0. إذن 2265 تقسيم 15 يساوي 151. فكر فيما نفعله الآن، ولماذا يعد أصعب بقليل من القسمة على عدد بمنزلة واحدة؟ لأن عليك التفكير فيها. حسناً، ما ناتج قسمة العدد الكبير على عدد من منزلتين؟ إذا كنت لا تعرف جداول الضرب للأعداد في من منزلتين، لا تقلق، فالكثير لا يعرفون. عليك في هذه الحالة القيام بالتخمين. في بعض الأحيان يمكنك أن تنظر إلى العدد الأول وتقدر، ولكن في بعض الأحيان يمكنك اتباع أسلوب المحاولة والخطأ. قد تكون التجربة الأولى خاطئة في بعض الأحيان، دعونا نحل مسألة أخرى. سأختار أعداد بطريقة عشوائية. أعتقد أنكم فهمتم ما قمنا به، ولكن لنفترض كم ناتج 5978 تقسيم 67. لقد اخترت هذه الأعداد بطريقة عشوائية لأريكم أنني أحيانا أستخدم التخمين في معرفة ناتج القسمة. إذن 5 تقسيم 67 يساوي 0، وأيضا 59 تقسيم 67 يساوي 0. لنرى كم ناتجه 597 تقسيم 67. هنا 67 هي تقريبا 70، و 597 تقريبا 600. إذن 70 ضرب 9 يساوي 630. لأن 7 ضرب 9 يساوي 63، علي أن أقوم بالتقريب تلقائيا هنا. سأضع احتمال القسمة على 8، ربما أكون مخطئا ويمكنك أن تتحقق دائما، ولكن يجب أن نتأكد من هذه الخطوة. 8 ضرب 7 يساوي 56، 8 ضرب 6 يساوي 48، زائد 5 يساوي 53. 7 ناقص 6 يساوي 1، 9 ناقص 3 يساوي 6، 5 ناقص 5 يساوي 0.
61. هذا جيد إذن، لأنني إذا حصلت على عدد أكبر من 67 سيكون اختياري للثمانية خاطئ. هذا يعني أن العدد هذا لم يكن كبيرا بالدرجة الكافية، ولكن هنا حصلت على عدد جيد، لأن 536 أقل من 597 وهو أقل من 67، لذلك فعلت هذه العملية. الآن ننزل الثمانية، هذا يمكن أن يكون مخادع بعض الشيء. مرة أخرى لدينا تقريبا 70، ولدينا أيضا 620 تقريبا، ربما تقسم على 9. حسنا، دعونا نفعل محاولة. 9 ضرب 7 يساوي 63. تسعة ضرب ستة يساوي 54، زائد ستة يساوي 60. هذا جيد، إذن إنها تقسم على 9، لأن 603 أقل من 618. 8 ناقص 3 يساوي 5، 1 ناقص 0 يساوي 1، 6 ناقص 6 يساوي 0. إذن لدينا الباقي 15، وهو أصغر من 67. ولا أريد تعليمكم الأعداد العشرية الآن، لذلك سنحتفظ بهذا الباقي. وما يمكن قوله هنا هو أن 5978 تقسيم 67 يساوي 89، أي أننا نحصل على ناتج 89 والباقي 15. أتمنى أنكم الآن تستطيعون القيام بعمليات الضرب من المستوى الرابع وحدكم. استمتعوا بوقتكم.